وحول الفساد الحكومي الذي أنهك العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك معنا أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ لبيد. يعني مراكز تجارية فخمة ومطاعم فارهة في عدة محافظات عراقية، هل يعد هذا دليلا على رفاهية وقوة اقتصادية يملكها العراق برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبنية والمظاهر هذه التي تسمعها لا ليست لها أي قيمة اقتصادية. الاقتصاد لا يقاس بهذه البنايات أو بالمولات. الركائز الاقتصادية واضحة وبينة، وهي تقوم بشكل أساسي على بناء صناعة وبناء مشاريع زراعية وصناعية وبناء قطاع خاص، بالإضافة إلى قطاع الدولة الإنتاجي. كل هذه المفردات وهذه العناوين أصبحت شبه غائبة في العراق. العراق كما نتذكر منذ أكثر من نصف قرن بنى بنية تحتية جيدة نامية بالحقيقة، وكان رائدا من رواد الدول النامية، إذ كانت هناك كثير من المصانع، لا سيما نتذكر مصانع إنتاج الحليب ومشتقات الحليب، مصانع التعليب. هناك كانت مصانع منذ سبعينيات القرن الماضي أو ستينيات القرن الماضي، هناك معامل للنسيج والأقمشة، وهناك صناعات جيدة بالحقيقة. كان العراق محققا اكتفاء ذاتي في كثير من هذه العناوين، لا سيما كما ذكرنا ما يتعلق بمعمل أبو غريب لإنتاج الحليب ومشتقاته. كل هذه ضربت، كل هذه دمرت بالحقيقة، ما تم تدمير بعضها من قبل الاحتلال والغزو، والبعض الآخر قامت بتدميره الحكومة الراهنة التي جاء بها الاحتلال. نعم سيد لبيد، يعني لماذا تبدو هذه الحكومة لربما عاجزة عن توفير فرص عمل للعاطلين الذين يتظاهرون يوميا في أغلب المحافظات، إن لم نقل كلها؟ نعم، العاطلون عن العمل، لماذا توجد هناك بطالة في العراق؟ العراق حتى يوم الاحتلال لم تكن هناك بطالة، نسبة البطالة كانت صفر في العراق، لأن الدولة كانت هناك يعني تعيين مركزي لخريجي الجامعات وخريجي المعاهد، وكان هؤلاء الخريجون يشتغلون بالحقيقة، كانوا موظفين ويشتغلون ساعات كاملة في اليوم، وكانت هناك عطلة واحدة كما نتذكر، بس يوم الجمعة كانت هناك عطلة. لكن ما حدث الآن أن الدولة لا تدير الكثير من المرافق والإدارات والمصانع، لأن كل هذه البنى تم تدميرها أو تم تهميشها. هناك كثير من المصافي وكثير من المصانع تم تعطيلها. على سبيل المثال، يعني ما مصنع تكرير البترول في بيجي وفي مناطق أخرى، كلها تم تعطيلها، وهذه أدت إلى حدوث بطالة عالية جدا، لأن هذه المعامل كلما كثرت المعامل، كلما كانت هناك بنية صناعية جيدة، كلما احتاجت إلى المزيد من الأيدي العاملة، وبالتالي سيؤثر إيجابا على مسألة البطالة. الدولة هذا من ناحية، من ناحية ثانية بالحقيقة هناك تعمد في رفع منسوب البطالة في داخل العراق. لماذا؟ لأن العاطلين عن العمل يشكلون مصدرا، أو جزء كبير من العاطلين عن العمل يشكلون إمدادا للميليشيات المسلحة. الميليشيات المسلحة تمنح رواتب بالإضافة إلى الإغراءات الأخرى التي تتأتى من سيطرة. ولكن يعني في ذات الوقت سيد لبيد، في هذه النقطة، في ذات الوقت ألا يشكلون لربما ضغطا على الحكومة ودليلا على فشلها في ذات الوقت؟ بالتأكيد هذه البطالة التي ترتفع يوما بعد يوم. أنا ذكرت أن جزءا من هذه البطالة يذهب إلى البديشات وتستفيد منه البديشات بالحقيقة لتعزيز نفوذها وقوتها وحجمها، لكن الجزء الأكبر من العاطلين عن العمل بالحقيقة هم غاضبون من الدولة، ونحن نتوقع بأن تكون هناك انتفاضة كبيرة تمثل استمرارا لانتفاضة تشرين، بل ستكون أقوى منها عندما تكون الخيبة كثيرة وعندما
تظهر الدولة وتبدو عارية وعاجزة عن حل إيجاد حل لهذه البطالة التي تتضخم يوما بعد يوم. نعم سيد اللبيد، يعني هناك أمر غريب، إنفاق مليارات الدولارات على مبانٍ فخمة، يعني يراه البعض أو يرى البعض أن هذه المباني الفخمة لا يمكن أن يسكنها ولا حتى أن يشتريها عامة العراقيين، يعني ما هو التفسير؟ هل هو شكل من شكل غسيل الأموال أم ماذا برأيك؟ بالتأكيد هناك عمليات غسل للأموال عن طريق تشييد مثل هذه البنايات، هذا من ناحية يعني عملية غسل الأموال جارية على قدم وساق في العراق، ومن ناحية أخرى بالحقيقة هذه المشاريع بالحقيقة مرتبطة بدول خارجية، لأن المالكين الأساسيين لهذه الدول بالحقيقة ذوي ولاءات للسيد الإيراني، فلذلك هناك شراكة بين رؤساء الأحزاب وقادة الميليشيات المرتبطين بإيران، هناك شراكة بينهم وبين أثرياء إيرانيين بالحقيقة الاستثمار في داخل العراق عن طريق على شكل هذه البنايات وعلى شكل هذه المولات وما شابه. البرلمان أيضا أقر بوجود تدمير ممنهج للصناعات العراقية عبر الإهمال وفتح باب الاستيراد، هل تعتقد أن هذا الإقرار البرلماني هو لغايات سياسية أم ماذا؟ طبعا نحن نسمع كثيرا من الملفات التي يكشف عنها البرلمانيون واللجان البرلمانية، والحقيقة اللجان البرلمانية والبرلمانيون والسياسيون والأحزاب والميليشيات كلهم شركاء في منظومة الفساد القائمة في العراق. التدمير الذي يحدث إلى الصناعة هناك له مخزن آخر بالحقيقة، لأن العراق أصبح يعتمد بشكل أساسي تقريبا أكثر من 90% من واردات العراق التي كان بالحقيقة يكتفي ذاتيا بإنتاجها وتوفيرها، أكثر من 90% من واردات العراق هي تأتي من الخارج وخصوصا من إيران. لماذا؟ لأنه لا توجد أي حماية جمركية للقطاع الخاص والإنتاج المحلي، فالمواطن بدل من أن يذهب لشراء منتوج محلي سواء كان زراعيا أو صناعيا يشتري ما هو أرخص منه الذي هو مستورد وقادم من قبل إيران. لماذا؟ لأنه لا توجد أي حماية جمركية على المنافذ الحدودية للبضائع التي تتأتى من إيران. هذا شكل ممنهج ومقصود بالحقيقة لتدمير الصناعة العراقية ولتهميش القطاع الخاص. ما هي البرلمانيون والساسة أدرى بهذه المشكلة وبهذه العملية الخبيثة التي هم بالحقيقة ضليعون في إدارته وفي ممارسته. اتحاد الصناعات العراقية أيضا أكد وجود تهميش للقطاع الخاص، السؤال هنا أين ورقة الإصلاح وخلق الفرص الاستثمارية التي وعدت بها الحكومة إذن؟ لا يوجد إصلاح حقيقي بالحقيقة، ما تم تنفيذه مما يسمى بعملية الإصلاح ومحاربة الفساد بالحقيقة هو لم يرتقي إلى ما هو أعلى من الكوادر الوسطية، يعني تم اعتقال ومحاسبة عددا من المدراء على المستوى الكوادر الوسطية في مؤسسات الدولة، لكنه لم تتجرأ هذه الإجراءات أن ترتقي إلى رؤوس الفساد، وهؤلاء الذين سمعنا بأسمائهم وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة بالحقيقة هم لا يمثلون إلا هم بالحقيقة جبات مال لرؤوس الفساد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى لا توجد لحد الآن لا توجد أي تشريعات قانونية واضحة لمكافحة الفساد. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي.